ان هي عندها مشكله في شكل الانف، ايه الحل معاها دكتور؟ شكل انفها مش عاجبها مثلا، نشوف شكل الانف السؤال ده. طبعا دي مشكله شائعه، يعني طبعا عندنا اشكال الشراوي كتير لمشاكل الانف، من اول الاطفال والمشاكل البلوغ والحوادث. زي ما احنا شايفين دي هنا في صورتها الصوره طبعا، باين قوي ان في العظمه زايده، اللي هو الجزء اللي هو طالعه العالي ده، شويه. القوس المقوسه اللي هي الانف المقوسه. طبعا دي محتاجه طبعا عمليه تجميل انف، لان هي هنشلها الجزء العالي من العظم والغضروف اللي فوق. وزي ما احنا شايفين كمان ان الانف طويله، الطول ده برضو طبعا اكيد بيضايقها، لان هو تحس ان الانف داخل على الشفه، فاكيد وهي بتضحك طبعا بيغطي على الشفه بشكل كبير جدا. طبعا هتستفيد جدا من عمليه تجميل الانف، عمليه سهله بتخدير كلي او موضعي، بنفتح فتحه بسيطه بس كده في الجلد اللي ما بين الفتحتين، وبتحتاج نحط لها دعامه لمده اسبوعين. لكن طبعا بنسبه كبيره جدا بيبان النتيجه بعد ما بنشيل الدعامه مباشره، بيتبقى بس نسبه تورم ممكن تقعد من 3 ل 6 شهور، لكن في حالتها طبعا تستفيد بشكل كبير جدا من عمليه هتغير تجميل. خالص يا دكتور من طبعا شكلها يعني، طبعا بس تمام.